نروح نشوف النادي الأهلي قالوا عليه إيه بس في موقع الإنترنت. الموقع الرسمي للنادي الأهلي طارق قنديل: لائحة الأهلي تعالج قصور الاسترشادية. الأهلي يوقع غدا عقود فرع التجمع الخامس مع هيئة المجتمعات العمرانية. بوابة أخبار اليوم: الأهلي يصل بيروت استعدادا للنجم اللبناني. الموقع الرسمي للنادي الأهلي: الأهلي يخوض ميرانو الأول في لبنان في ملعب صيدا. فيتو: سمير عدلي يطمئن أو يطمئن كارتيرون على ترتيبات الأهلي في لبنان. اليوم السابع: سفير مصر في لبنان: نتطلع على أداء مشرف يقدمه النادي الأهلي خلال مواجهة النجمة. الشروق غدا: مؤتمر صحفي لكارتيرون قبل مواجهة النجم اللبناني. في الجول: محمد يوسف: نركز الآن فقط على مواجهة النجمة. الفجر: الأهلي يوضح حقيقة رحيل صلاح محسن. الموقع الرسمي للنادي الأهلي: عبد الفضيل وحسين السيد يلتقيان ببعثة الأهلي في مطار القاهرة.